انه عادل امام يعني كان في ذهنه ان هو يقفز من الدور الثاني للبطوله، لكن هو اتولد ليكون حاله ايقونيه في العالم العربي كله، لكل ناطقي اللغه العربيه وليس فقط المصريين. فهو ما قررش ده، لكن الناس هي اللي قررت. النجوميه قرار من الجمهور وليس قرار من الفنان. اي فنان في الدنيا نفسه يكون نجم ونفسه يكون رقم واحد في التترات والافيشات، لكن من الذي يقرر؟ الجمهور. فهو ربنا خلقه ليصبح نجما استثنائيا وليس مجرد نجم من بين عشرات النجوم. والتاريخ والحقيقه ان اول واحد شاور على عادل امام كان حسين كمال في مسرحيه لم تصور اسمها ثوره القريه، وهو اللي قال لعادل انت فنان كوميدي مش تراجيديان. هو كان عايز يبقى تراجيديان، فقال له هتقول جمله كان في مولد تقول معايا عسليه بمليم الوقايه. جمله، الجمله دي هي اللي طلعت عادل قبل بلد شهادات. فانا وهو وهي طلعته ازاي؟ طبعا لم تصور المسرحيه، عشان كده ناس كتير تقول لك ما نعرفهاش ولانها مش موجوده، ما فيش وثيقه لها، لكنها حقيقه. المهم انه الناس هي اللي تجاوبت، الناس هي التي تخلق النجم، وبالذات نجم الكوميديا. مجرد ظهوره على المسرح كان في حاله من التوحد زادت، كل شويه بيقفز جزء ورا جزء مع ذكاء في اختياره للادوار، فاصبح عادل امام هو عادل امام بتكوينه ايقن من اول ما خبط على الباب، انه الرقم بيساوي التواجد، وانه السينما والمسرح يتعاملون بارقام شباك، سواء كان شباك مسرح شباك سينما شباك لازم يبقى فيه رقم دايما في ذهنه، هجيب كامل في عمل ده احتمال يجيب قد ايه. وكان دايما عنده في المسرح زي سبوره كده كاتب عليها الارقام، فاي حد يتكلم يلاقي الرقم في الافلام في المسلسلات في الدراما الاذاعيه في المسرحيات. عادل هو الفنان اللي قدر في الوسائط الاربعه اللي انا قلت عليها مسرح سينما اذاعه تلفزيون ان يحظى بالمركز الاول. لم يحدث في تاريخ الدراما عموما ان حد يبقى الاول في الوسائط الاربعه. ممكن تلاقي نجم مسرح لكن يخش على السينما يقل شويه، او نجم سينما والعكس يبقى على المسرح مش موجود، او اذاعي صوت اذاعي الناس تتوحد عليه يطلع من الاذاعه للتلفزيون يقل. عادل اطلاقا، عادل هو الالفه في الوسائط الاربعه، عشان كده لما اتقال عليه زعيم الفن العربي قطعا يستحقها.